هاد الهضره قولوها للملك ديالكم محمد السادس. وش عرق عيب الله العيون عيب الله والنهود عيب الله وش حمل عيب الله والحمل عيب الله العيون عيب الله والفم عيب الله وشغلي عيب الله السلام عليكم. تحية نظرية لجميع الأحرار. عرفتي خطرات لي أعدى حاجة وما كنحملهاش طرا لي هي ساعة وأنا كندوي قدام الكاميرا وعاد فهمت بأن راه ما كتسجلش وهادشي كطرا شحال مرة الميكروفون ما كيشعلش. ما عليناش اليوم التتمة ديال الموضوع ديال البارح اللي هو دائما نحن في الزيارة ديال محمد ماكرون محمد السادس لان هنا كاين معطيات ما نقولوش داكشي اللي هضرنا عليه البارح غنقولوا حوايج اخرى بيسير التتمه ديال الموضوع. كاين واحد المقال بعدا اللي اصلا بعدا ماكرا غادي يبين لك شو منين داز الى فين داز. كاين كيسمي محمد السادس السلقوط ها هو خارج المقال شحال من بلاصه فويو كو ايمانويل ماكرون سون بروني فيولومون او غو دي ماروك ملي كيتفكروا علاش انا كتعرفوا العلاقات كانت متوتره من خلال يعني برنامج بيغاسوس التجسس اللي تجسسوا على 24 وزير فرنسي بما في ذلك حتى الرئيس الفرنسي دونك هذا هو اللي سميتو. وغنشوفوا حتى يعني بعض من الشخصيات اللي رافقوا ماكرون الى المغرب فيهم فعلا دي بيدوفيل بصح شي كذوب. انا البارح كنت قلت واحد المقوله كوم سا غادي تلقى في هذاك واحد خمسه دوك اللي كتشوف تما 95% ديالهم من دوك المرضى ومن دوك فهمتي وهي راه فعلا بصح راه ماشي كذوب راه حتى هما جايين حاضرين اصاحبي محضرينهم من ضمنهم جاك لان حنا غادي نوصلوا لهذ المساله. يعني نبداوها من ماكرون كيسمي محمد السادس لو فويو بمعنى راه سلقوط كل مره كيتفكروا كيطلع عليه الدم كيبدا فهمتيني وهذه يعني كيعترفوا بها هما اكتيولمون في ماروك دابا حاليا راه في المغرب بور سو ريكونسيلي باش يردوا ليه الاعتبار. محمد السادس غيرد الاعتبار لماكرون فهمتيني لان كانت العلاقات باغ لي رابور توندو سي ديغني زاني في هذه السنوات الاخيره كيتعرفوا العلاقات كانت متوتره. يعني هنا كيهضروا على منيجار يعني هاد لاندي نهار 28 اكتوبر ملي هبط في المطار داروا ليه استقبال كبير فهمتي هو رجع مع مرته محمد السادس انت ما ديتيش لهم راجلك ما فهمتش واش غادي بعائلته محمد السادس كتشوفوا هكاك موقفين وبزز بالمقابويات وداكشي ولكن قال لك عمر شي كيقولوا لها عمر الشيخه ما كننساها هزا الكتف ولا ذاك الشيء يعني راه هو الفو كيحضروا يعني من غير انا تفهم واحد الزياره رسميه كيكونوا فيها مثلا الوفد يعني السياسي وحتى بعض كبار المديرين ديال الشركات الكبرى اللي جايين غيديروا دي كونترا وداك الشيء مي ما فهمتش ما علاقه البيدوفيل تا هما جايين حتى الرياضيين اللي عزيز على محمد السادس بحال زعيطرات وبحال فهمتيني تا هما محضرينهم داك الجيدوكا الفرنسي اللويين وعزيز عليه الشوكولاط بيان سور ما عرفتش جايين ياكلوا الشوكولاط ولا شي حاجه بحال هكا غالبا ما لان من مور هذاك الشيء اللي سينيتو اللي كتشوفوا داك الشيء راه يديروا الحفل الحفله ولا بد من الحفله راه ما نقدروش نعيشوا بلا حفله والسهرات والليالي الحمراء البنفسجيه والملتي كولوريه ما عليناش. قال لك كومباني هي بليزيور مينيستر في بلاصتين ها لو شيفر دانفستيسمون فهمتيني لو بريزيدون فرونسي دوفغي سيني دورون سا فيزيت دي كونترا دانفستيسمون يعني دي كونترا دانفستيسمون اللي غادي توصل ما يزيد 10 ديال المليار الاورو
عشرات المليارات الاورو راه ساهله بالفم عباد الله. ولي فرنسي مروضين هاي لا علاش مشى ماكرون ب 122، يعني هاي فواحد الارتيكل اخر توصلوا ليها، علاش غادي ب 122 واحد على حساب الدوله الفرنسيه؟ هما راه في جوج طيارات ايربوس 330 يعني ما حملش، علاش جايين لي فرونسي يعني ما حملوش يعني مصاريف كثيره وما شافوش بان المغرب غادي يخسر ديك المصاريف اللي غيخسروا لي فرونسي وهما جايين البي ديال الطياره والطيارات الليليه، المغرب غادي يخسرها بالمئات مضروبه في المئات المرات. هو دي مليار دورو، هذا هو الشيف، خلي باي بور لو مومون، خلي الكادويات وخلي الرشاوي وخلي مسائل اخرى وغادي يزيد يغونفلي وتعدلو الشيف مع الوقت، فهمتيني؟ اقول لك لاكور بيان سور مع لا سوسيتي الستون و ايجيس على التجي في طونجي مراكش، يعني شحال من بروجي غادي دار فسميتو مخون با طوندر هذاك لو روا ماروكا. قالك ما كانش شرطه بزاف الذي ما عليناش لي ليبراسيون اي لوغ يلا كونتاكتي لو روا. قال لو بريزيدون ايتي مورتري دافوار ايتي انسي تراي كونتر، كان طالع عليه الدم مزيان ايمانويل ماكرون لان حس بالخيانه، فيغيو كونتر لي ماروكان ديزون ايل مو لون في ا لونفير. هادي مقوله شويه خايبه، اعتذر الخوت ولكن خصني نترجم هادشي ليها. قالك ماكرون كيقول لهم داروه ليا بالمقلوب. سو روا اي تان فويو، كيقول لهم هاد الملك سالغوت افي رابورتي لا ليبراسيون، المصدر هو لا ليبراسيون. إلو غي الوغ كونتاكتي لو روا كي لو غي ني لي في، مني اتصل به المغرب الملك نكر 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 فهمتيني، نو جو لو فولي با جو ني فوز با زيكوتي. قال لي انا ما تجسستش عليك، لان هو اون بيرسون كيتجسس. تصور معايا دابا هادشي باش عرفوا راهم مرات كيدير لك كاميرات في لي زوتيل ويشوفوا عباد الله عريانه، راه هو اون في لي زوتيل ديالو. كتقول انت راه الحموشي ما الحموشي، وانت راه هو اللي كيدير هادشي وكيشوف هادشي، الاخرين دايرينو ليه باش يجلسي عزيز عليه ستان فويور. بحالو بحال انا غادي نجيكم الخوت الباب ديدي، واحد التصويره راه تسربات ونتمنى ان ما يديروش لي مشكل فيها في اليوتيوب، لان غتبان لك جيني في لوبيز عريانة والاخرين عريانين، فهمتيني؟ ان ديدي كان عزيز عليه بحال هاد الشكل، هو عزيز عليه ستان فويور، عزيز عليه بقى يشوف الاخرين كيمارسو وهو كيفانتازي في مخو. داك الشيء اخويا داكشي راه فاش كان عندهم اصاحبي، حنا ما نفهموش الناس الكبار اصاحبي مشكلة والله. قال لي الفيديو ديال يوغي سيس مو ريبوندو محمد سيس سلو لو كوديان دو غولي ايكوتي جي لي بروف. قال لي الاخر كيعاود يجاوبو الاخر ماكرون، قال لي ايكوتي جي لي بروف سوا فو مونتي. قال لي انا راه عندي الحجج، اما راك كتكذب اما سوا فو نو سافي با سكي سو باس دون فوتر بي، والا راك ما عارفش راسك شنو كيطرا في بلادك. دابا محمد سعيد يسمع كار زعما طول عندك حجج بان شكيل aurait-il lancé alors manifestant le peu de confiance que lui accorde. Alors, un autre sujet de division entre les deux pays, diminution par deux nombre de visas. Il a dit que moi, j'ai tel visa, moi je suis là pour les lois, tel visa, il fait le roi de celui-ci, c'est le roi de celui-ci, فهمتيني. ما عاوتاني حتى المساله ديال لي زيميغري اللي دايرين الفوضى وداك الشيء بالاوراق وما باغاش في المغرب ياخذهم، واخا كيعرفهم راهم مغاربه، فهمتيني. هاد المسائل هادي اوكي، من هنا راه قلنا وقيلا ليسونسييل اللي كاين في هاد الارتيكل، انا نخلي لكم كل شيء تشوفوه الى بغيتو الخوت. غادي نمشيو دابا لواحد ان اوتر ارتيكل غنشوفو الناس اللي جات. لا هذا كيهضر على لو كونطرا ديدروجين، فهمتيني، هما غيديروا كونطرا ديدروجين والهيدروجين غيمشي لبرا، المغرب ما غيستافدو حتى شي حاجه من هادشي كله اللي غيدار، فهمتيني.
الا اليد العامله اللي ما تساويه والو وحرطوا عليهم بوالو وخزوا الزيتون اللي جانا فهمتيني. لو ماروك ديفلوب لو بروجي برودكسيون هيدروجين فيغ اتسيترا اتسيترا غيولي ترانسفورماسيون دو 200000 طن par an d'ammoniac vers à destination du marché européen. C'est tout chez l'Europe, بحال الخضرة المزيانة كلشي كتجي لأوروبا كلشي لأوروبا. وانت كل الديشي ويبيعوه لك بثمن أوروبا وبمغلى كاع. هنا غادي نشوف الخوت الناس اللي مشات مع سميتو قالك هنا في هذا الارتيكل عاوتاني ديال 20 مينوت اونيباج ليلى سليماني تيدي رانر رينر افيك كي ايمانويل وداني دوك واحد ثلاثه نقطات يعني على جاك لام حتى هو شكون اللي مشى مع ايمانويل ماكرون قال لك 122 بيرسوناليتي دون سا فاليز داهم مع في الفاليز لوكازيون دو فيزيت دار طلع هوك السنه هادي ياك من ضمنهم يعني من غير سميتو بلا تيقراو شويه عاد سميتو ها ولا نقول لكم غير لي تخوك اللي هما important يعني كيف قلنا تيدي رينر جيرار دارمون اريك توليدانو جاك لان سيت ان كاستين دون بارتي اكزامبلير قال لك واحد كاستين ديال واحد المجموعه يعطى بها المثال فهمتي داو معاه ايمانويل ماكرون في الزياره الرسميه اللي غنمشي للمغرب قالك من هاد 122 اللي جاو معاه كيجيو من وسط ميليو ارتستيك اللي هو في وسط فني ورياضي ومن الجمعيات وبوليتيك ايكونوميك من الوسط الاقتصادي والسياسي اون ايتي سيليكسيوني افيك مينوت مينوت مينيتي بور بارتيسيبي دون سيت فيزيت راه تعزلوا يعني واحد ماشي كوم سا كلهم من الجاي كل ليله الجاي جابوا حتى ديديات وصحاب ديدي يتمتع فهمتيني لان من مور السينياتورات كيف قلت لكم داكشي راه غادي يمشي السهرات الحفلات الفلوسنا فلوسنا ولي فرونسي طالع لهم الدمير على لي بيي دافيون ديال 122 واحد كاع نورمالمون الا ني فرونسي طالع لهم الدمير على لي بيي دافيون حنا خص يطلع لينا الدم على ماشي لي بيي دافيون حنا راه غنخسروا دم جوفنا لا غنخسروا دوك لي بيي دافيون دوك الطيارات خشيت الطيارات معاهم الثمن ديالهم غنخسروا حنايا في مضاعف في مئات المرات قال لك او سيدي من ضمنهم با موان دو نوف مينيستر من ضمنهم تسعود ديال الوزراء وداك الشيء ليكونومي وليدوكاسيون يعني لا كولتور يعني الاقتصاد والتعليم والثقافه سولا دي بغنا ابخي جتا صافي انا نشوفو بعدا الناس شي وحدين من هاد الناس بعدا هاد الخوت قالك راه منيجا ماكرون هو اول حاجه حتى عندي البرنامج اللي دارو تقريبا سميتو وهو كله الكادويات هو هنايا هذاك السيف اللي كتشوفو وداك الخنجر الخوت راه يقدر يكون الثمن ديالو وصل حتى دي مليون دو دولار لا ما تشوفش الذهب راه فات 4 كارات 24 كارا كله ذهب ولكن راه منبت بالديامونت وبلي زيمقود ولي زافير والاحجار اللي كتبصوا الملايير فهمتيني اما وديما هذا هو الانواع ديال لي كادو اللي كيعطي فهمتيني يعني بالموت 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 غادي يكون كيسوا واحد 300 400 500 مليون كنضحك هادي من غير لي كادو الاخرين هما كيقولوها هما نيت يعترفون بان كلك سيدي ايمانويل ماكرون ولو غو دي ماروك ابخي لا فرونكور زعما يتلاقاو سميتو هي هذيك بلا 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 ماروك هي هي اون تو اي تو تا كومونسي افيك لي كادو من ديبار هذا زومن اعتذر خوت يعني دار زومن التمر والحليب الكادويات اجا خويا هكا المقيم العام الفرنسي رضى علينا احنا مزوجين فيك لما رضى علينا وسمح لينا راه ماشي انا اللي تجز تجز راه شي واحد في البلاد داير ما بغا دينا ليا معايا وتصور معايا رئيس دولة ملك شو اش كيدير كيدير شي حوايج اللي كيدير واحد براش فويو سلقوط
هضرت عليه كنت كنقولو ديما كنقول زب الصح بروج باقي مراهق ها كيفاش واحد كيجري على المرأة ويجلس يدور مع الزوافريه لحالها شكون هما الزوافريه اتضح الامر مع الوقت بان كلهم ديديات وداك الشيء ديال ديديات انا نقول ديدي فهم اخويا انت بلا داعي ندخلوا في لي ديتاي هنا عاوتاني بدات اخن ندير لي هذاك الفرق باش يبان ليا العويله تاع قد الحال خا كنكبر هذا الشيء راه باقي زيد كوي كبر شويه مي زاسيف ميليو لاكتور جيرار خدامون في هاد التصويره اي لو رياليزاتور اريك طوني دالون تا هو ما مشاو معاه فهمتيني اون ريمين بيتيت كاريوكا هادي تا هي لو فيلوسوف هذا فيلسوف تا هو غادي معاه فرونسي بيرلار هنري ومع واحد لاكتريس فرانكو امريكان من صحاب ديدي حتى هي واحد ممثلة فرنسية سميتو هنا كاين سيد زوين جاكلان جاكلان الناس اللي كتعرف جاكلان هذا راه كان وزير في المغرب وزير فرنسي ديال الثقافة ديال لا كولتور وراه هناك حتى اشاعات بان عنده شي مدرسة ديال الدراري الصغار في المغرب بيدوفيل هذا حصلوه وشدوه البوليس متلبس بالحجاج بالأدلة بكل شيء وجا التليفون من القصر الهلكي انهم يطلقوا السيد يمشي بحاله يعني ما داز لا في محاكمة لا في شي حالة مباشرة باش ما يسميتو قال ليه جو تو بريفيان انا هو هذا هو معاه وشكون اللي معاه الاخر هو جي دوكا هذاك اللي كيعرض عليه تا هو محمد السادس من اجل ديدي واحد ديدي اخر تا هو كي كتعرفوا محمد السادس زيزين عليه دوك المفتولين ودوك التيني ديال لي سبور وداك الشيء الزعيطرات واللوينات الشوكولاط فهمتيني بحال هكذا انا ما فهمت هذا اش جاي يدير بيدوفيل تا هو اش جاي يدير انت غادي تشوف اخويا اللي كيفريكوينتي محمد السادس راه عندي حتى واحد التصويره خرجت ديال ديدي ما عرفتش قلتها لكم ولا ما قلتهاش لان ما بقيت عاقل حتى شنو قلت حيت راه الفيديو بحال اللي كنعاودو جوج مرات راه دار وما تسجلش ودابا كنعاود ما عرفت كاش مشكله والله واحد التصويره ديال صحاب محمد السادس صحابو بحال هاد الشكل فين جينيفر لوبيز عريانة و ديدي والاخرين فهمتيني كلشي عريان في غرفة العمليات وهذا انا تفهم علاش انا جينيفر لوبيز كانت كتعجبني كممثلة وكتمثل دوك ادوار زوينين فهمتيني وما كنتش صاحبي الا بغيتو ندير لكم حلقة عليها بوحدي عرفتي شحال من راجل خدات هذيك ولا ديك الحب كاع ما كتعرفو كاع كيفاش داير الحب في الكونت بونكار ها نحسبوا شحال ديال الفلوس ديك الساعه نشوف نتحابوا ما نتحابوش واتفهم الزوج ديالها اللي اضطر باش كيطلقها هو هي كيطلق فيها لان طاح على شي تصاور يمكن تقدر تكون هذه وحده من التصاور اللي تسربات من عندنا لان دوك الناس اللي لاباس عليهم الفلوس راه كتخليك توصل بزاف د الحوايج واخا الاف بي اي ولا شي سدين عليها راه يتشرى شي واحد من هذاك فهمتيني ويخرج مع الصبيره ويخسر عليها بنادم فوق مليون ديال الدولار ولا شنو باش يقضي بها اغراض ولا باش يحطم هذاك بنادم ولا باش انت ما سمعتيش ايلون ماسك حتى هو باغي يخرج 250 مليار ديال الدولار حتى هو ها باش يبقى الاخر في الحبس علاش لان ولد اختو ولا ولد خوه سون نوفو ديريب خاطر يخرج فيها بجوج حتى هو شي لعيبة مع ديدي هو هادو راه صحاب الملك اللي كيجيب المغرب ويعطيهم فلوسنا انا نديرها لكم حتى الاخر ونتمنى ما ديرش ليا شي مشكل ديك لا فوطو لان داكشي سميتو هذا حتى هو انيماتور حتى هو جايبين معهم انيماتور كوميديان كوميك ولا داكشي حتى هو اكتر ديزورمي اكتر حتى هذا ممثل فهمتيني هنا عاوتاني جاكلان جاكلان قالك واحد اون بيل بروشيت
قطيب هذا قطيب ديال القطبان دوك القطبان اللي كان فهمتيني مخلط حسكم كيديروا طرف ديال الدجاج طرف ديال الحلوف طرف ديال البكري طرف ديال الرمان في القطبان ديالهم دوك المتنوعين يعني سين بيل بروشيت سماوها فيها جيرار دارمون و اريك توليدانو و لونسيان مينيستر دو لا كولتور ياك هو اونسيان مينيستر دو لا كولتور علاش جاي يدير في المغرب اجي عارض عليها صاحبي اجي تضرب اللحوم الطريه والدراري الصغار وداكشي اللي كيعجبك جا كلام راه هو حتى هو جاي وهادو راه كلهم غير كيساليو لو موندا ديالهم بريزيدونسيال ولا مينيستر راه كلهم عندهم ديور في مراكش كلهم عندهم لي رياض في مراكش كلهم عايشين في مراكش كيف قلت لكم كيجي يشد الطياره نهار الجمعه في الليل ولا السبت ولا غد ليه يرجع في حاله ولا النادي الصباح تلقاه راه فيه هذا دوبون ها هو هذا دوبون سميتو نيكولا دوبون طالع عليه الدم ومنوض الهراج في فرنسا علاش لا ديليغاسيون بريزيدونسيال دو ماكرون او ماروك كونت 122 انفيتي دو ايربوس جوج طيارات ايربوس A330 et un Falcon ou Falcon pour déplacer le tout ثلاثة طيارات جايين يعني فهمتي وهادشي كله من فلوس الكونتريبيابل من الناس الضرائب ديال الناس شوف دابا هادو لي فرونسي طالع عليهم الدم على ود 122 بيي ديال الطيارة جاي ثلاثة طيارات جاي فهمتي يعني راه جايين بفلوس الكونتريبيابل يعني فلوس الشعب علاش لان هاد الناس كيحاسبوا الرؤساء ديالهم والى اخره اما حنا راه غادي نخسروا هادشي اللي بيوتين شريين بلي ديال الطياره وديال راه غنخسروا خلا دار بابانا كامله فهمتي ما كاينش اللي غيدوي حتى انا شكون اللي غيدوي صاحبي صافي غيقولوا لي عاشا واه غيفرحوا العياشه حيت غادي يجيب جاب لي بروجي ماشي جابهم لينا جابهم ليه هو وفرنسا وعرفتي يا الخوت زعما شحال ديال العاقه غتكون طاطات راه فهمتيني راه الشيفر ديال الحماق شيفر ديال الحماق فهمتيني فويو كونت ايمانويل ماكرون سونترونور نشوف واش باقي الخوت شي حاجه ما قلناهاش واحد شي بعض المرات مثلا كتسالي الفيديو عاد كتبان لك راه شي حاجه نسيتيها كلكو باغ فهمتيني نو على ما كنظن قلنا كل شيء اخويا هنا سميتو وي دابا ندوزو لديك التصويره الا بغيتو ديال بلاتي واحد القضيه وي هنايا كاين عاوتاني ماروك فيغ اون كوموند دو يعني المغرب راه باغي كوموندي 18 الكارافا كاراكال بوغ ايربوس هليكوبتر لوغ دو لا فيزيت ديمانويل ماكرون ايربوس هليكوبتر بوغي engager une commande de 18 hélicoptères de transport tactique. انا هاد الاسلحه الخوت اللي شحال من مره كنقول لكم المغرب علاش كيشري هاد الاسلحه انا لا حرب لا والو عمرنا ما غنضر نتحارب ولا معها الجزائري لا حتى شي حاجه وتينا كانت شي حرب واحد النهار غادي تكون هما مديرينها بالعاني بيناتهم باش يخاصموا شويه الشيه مع العياشه وفهمتيني وي ويرفعوا حالة الطوارئ ويمشيو يتقداو كاع دوك المعارضين اللي عندهم تشوف الحبسة تيغبروهم يعني وصافي وتيولي البشر يقول صافي خليو كل شيء خو بارك علينا ما بقينا باغيين حرب لا تجاهلا يعني السؤال المطروح فيك يمشي هاد السلاح ويدي لي طران في الراس قلت عليه انا زعما هو شحال من حاجة كيعطيها لإسرائيل كيعاون بها إسرائيل وباش عرفتي المغربي بان السلاح ديالك انت اصلا ما عندكش اليه المحاسبه الشفافيه واللي غي كونترولي واللجنات اللي هي مختصه في هذه المسائل اللي ما كيحكم فيها حتى شي واحد وشكون قال لك ان الاسلحه كتشرى وكتعطى لاسرائيل كيف فرنسا براسها راه مالها ما عاونتش اوروبا كلها عاونت اسرائيل والامريكان وكل شيء بالاسلحه والى اخره ولا لا اذا انت حتى في هذه الحاله هذه علاش لا علاش نقولوا يعني هذا البرنامج ديالهم هما وي هادشي قلناه قلت لكم لو شيفر باش غادي سميتو يعني بلي غادي يجي به يعني لي كونطرا اليوم كاين الخطاب ديالو وي الخطاب ديالو دوا على واحد العدد من النقاط ما عرفتش واش بغاو الدراري نترجموا ليهم ولا تا هو داكشي يعني
هضر على الصحراء، مسألة الصحراء، ذاك الاعتراف ديال والو معني من هذاك راه ماشي هو الموقف الرسمي ديال فرنسا. دابا شويه عاوتاني يوصلوا تجي حكومه اخرى قلت لا خو ديك ماشي موقف رسمي ديال فرنسا، فهمتي؟ مع العلم ان فرنسا راه عندها اطماع حتى هي، يعني مصالح فرنسا راه ما كتعارضش مع مصالح المغرب. اصلا مصالح المغرب هي مصالح لفرنسا بدرجه اولى، عاد ما تبقى كيمشي الى الملكيه والى اخره، الشعب المغربي كيستافد حتى شي حاجه. هضر على الاحداث التاريخيه شنو ديال واحد حتى الوقت، فهمتيني؟ لي كونطرا اللي غادي تسينا وشي حاجه منهم وداك الشيء ما عرفتي. بغيت الدراري نترجموا لهم، ترجموا لهم. كاين بعض الناس كيبداو يطلبوني كيقول لي اخويا وي، دونك ما نسيت حتى شي نقطه الخوت. دابا غادي ندوزو ديك التصويره اخويا ديال ديدي انت اخي ديالي، نتمنى ما يديروش ليا شي مشكل. هادي راه تصويره فري ماشي فوتوشوب الخوت، شدهم كشي كاميرا من ديالو نيت اللي كيصورها، راه هي جينيفر لوباز بسليب، والاخرى حتى هي ما تكون حتى هي شي وحده شي مغنيه كتعرفوا شكون اللي معاه كيمشي يديو ولا، فهمتيني؟ هادي في البيريود اللي كانت مع جينيفر لوباز، راجلها راه غادي ميسير كيطلق فيها، لان مني تشد يدي هو تصاب عنده دي فيديو ولا دي فيلم وحجاج على مرته اللي ولا باغي يطلق منها باش تبقى سمعته هو مزيانه، لان داك الشيء بزاف وغادي يشهد فيها اصلا. هو راه جاي هادشي بشويه بشويه، وهذوك الجوج اللي من اللور ما نعرف واحد فيهم جي سي جي ولا داك الشيء اش كيقولوا ليه، والاخر تتعارك صافي. ودي دير عزيز عليه، شوف حتى هو ستا فوايور، فهمتني؟ بحال محمد السادس، هادشي اللي مع من محمد السادس كيمشي، وهادشي اللي كيجيب لينا محمد السادس للمغرب ويعطيهم فلوسنا ويدير لي صواري مع هاد الناس هادو وصافي. وداكشي كيسدو عليهم كيتدروكاو، كيستعملوا انواع ديال لي دروك اللي ما كنعرفوهمش انا، ماشي في طاقة يعني المغاربه ولا الناس العاديين، داكشي كيضربوهم راه شي حاجه اخرى، فهمتيني؟ وكيبقاو الله يعطيك صحتك. هذا هو اللي كاين الخوت، نتمنى نكون ما نسيت حتى شي حاجه، لان ما بغيتش كيغنك عاق الا لقيت مازال راه تحت 700000 حاجه وغادي كاع نقول ايوا واش تي كان خصني نقول تي هادي راه نسيتها ما نسيتها صافي. هذا هو اللي كاين، انا كنظن الا كان شي حاجه من بعد ما خصهمش يديروا لها. تحياتي لكم الخوت، نتمنى ما نكونش طولت عليكم. نهاركم بوك، شكرا.